عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. قسنطينة مدينة العلم والعلماء، مدينة الأصالة، مدينة القيم، مدينة العلماء. والله عمو يزيد جد سعيد بهذا اللقاء معكم، هذا اللقاء الجميل في هذه المدينة الجميلة، في هذه المدينة الجميلة. طولت باش جيتكم، ها طولت شوية. واش يقولوا الناس بكري؟ المليح يطول، ولكن في هذه الحالة بالك هذا المثل ما ينطبقش، لأنه كان لازم نجيكم من أول، وهلا كنت جيتكم في شهر رمضان بمناسبة عيد الطفولة، ولكن للأسف جات مع الامتحانات، على بالي كان شوية صعب عليكم التنقل، ولكن لذا أبينا إلا مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام أننا نرجع لكم في هذه المناسبة السعيدة في هذه العطلة الشتوية. واخترنا آخر يوم العطلة باش نقول لكم دخول مدرسي موفق. أحبائي، دخول مدرسي موفق يعني نغنوا صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. تغنوا كامل معايا، صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا
انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا نطق عليك الباب، شرقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. شكرا شكرا أحبائي، شكرا شكرا شكرا، والله والله غير شرفتوني جدا 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 يا أحبائي الأطفال. شكرا شكرا شكرا. أحبائي عندي سؤال لكم، عندي تحبوا الأسئلة ولا تحبوا الهدايا؟ الهدايا. شكون يحب الأسئلة يرفد يده؟ أوكي، شكون يحب الهدايا درك؟ فوالا الهدايا أكثر. إذن سؤال اليوم، كان أسئلة عدة، ولكن السؤال الأول كامل، تعرفوا يوم العلم؟ تعرفوا يوم العلم؟ إذن السؤال يقول، أعطي لي تاريخ يوم العلم. وحدة مازال. شطر ثاني، نسبة لمن؟ واش وقع في هذاك اليوم وأي سنة؟ شوية صعيب. لا لا سهل. إذن شوف صديقنا هذا، ولدي واسمك؟ أكرم. أكرم، شحال في عمرك أكرم؟ 8 سنين. 8 سنين، شاطر في الدراسة؟ شحال جبت معدل؟ 9.25. الله، أعطونا تصفيق على 9.25 من فضلكم. برافو 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 برافو. أكرم. نعم. وقتاش يوم العلم؟ يوم العلم 5 مايو. يوم معلش، أعطي للشاطرة اللي قدامك برك، أعطي البنتي اللي قدامك. واسمك بنتي؟ نورهان. نورهان، شحال في عمرك نورهان؟ 10. 10 أيام؟ 10 10. 10 واش؟ 10 سنين. 10 سنين، عم بالي 10 شهور. الله يبارك. شاطرة في دراسة نورهان؟ شحال جبتي معدل؟ 9.15. واو، قعد 9.
تصفيق عليها تصفيق عليها. برافو برافو بنتي، برافو 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 برافو، جميل جميل بنتي. وقتاش يوم العلم؟ 16 أفريل. وقتاش؟ 16 أفريل. 16 أفريل، برافو. الشطر الأول. الشطر الثاني نسبة لمن؟ نسبة نسبة إلى عبد قادر بن بد عبد عبد الحميد بن باديس. تخطط لك بالأمير عبد القادر وعبد الحميد بن باديس، ها؟ معليش، نسبة لمن؟ عبد الحميد بن باديس. واش صرا في هذاك اليوم لعبد الحميد بن باديس رحمه الله؟ واش صرا؟ ميلاده، وفاته، واش؟ ميلاده. بون معليش، تعالي بنتي اروحي انت، يا اعطي الميكرو لصديقنا. معليش جاوبتي على زوج اشياء، تعالي طلعوها طلعوها، تعالي روحي قدامي. اذا قلت لنا يوم العلم يوم 16 ابريل نسبه للعلامه عبد الحميد ابن باديس. باقي لنا دركا الشطر الثالث والرابع من السؤال. شوف شوف الشطر هذاك اللي معاه، شطر هذاك اللي قدامك، واسمك؟ اياد. اياد الله يبارك. شحال في عمرك اياد؟ 12 سنه. شاطر في الدراسه؟ نعم. انت ثاني جبت 9 ولا اقل؟ شحال جبت معدل؟ 17 21. واو واو واو، تصفيقه تصفيقه تصفيقه. على بالكم والله العظيم، غير الجولة تاع عمو يزيد بديناها من مدينة سطيف، من بعد رحنا لمدينة عين دفلة، من بعد مدينة شلف، من بعد هبطنا للأغواط، من بعد رحنا للغردية. والله غير ولادنا، ولادنا راني نتفاجأ بالمعدلات اللي يجيبوها. ولادنا حابين يقراو، وانا نظن بلي الأطفال إذا كانوا يجيبوا هذه المعدلات معناتها أن والديهم راهم واقفين عليهم وراهم يراقبوهم وراهم يساعدوهم في الدراسة. والديك يساعدوك إياد؟ لا. ما يساعدوكش؟ نعم. نعم خلعتني. شكون يساعدك أكثر، الأب ولا الأم؟ ساعدني ساعدني بابا. وماماك والو؟ نعم. تساعدك ماماك تاني شوية ولا؟ لا. والو؟ باباك برك؟ يمك طيب برك؟ قول. يمك تسقسيك لك تقرا، ماشي شرط انها تفتح لك التمرين. يمك انها تراقبك، انها تشوف، تروح تهضر مع المعلم، تهضر مع المعلمه، تقول لك قريت ولدي ما قريتش، كيفاش كان نهارك اليوم؟ يا هل ترى؟ هذه هي المساعده وليدي، ماشي شرط انها تقعدك في الطابله وتحل معك التمرين تاع الرياضيات، راك فاهم؟ هذه هي المساعده، لانك محتاج مساعده معنويه. يا اخي وليدي. يلا هذه باش نوجدوك للسؤال. 16 أفريل يوم العلم نسبة للعلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله، واش صرا في هذاك اليوم؟ تأسيس جمعية العلماء المسلمين. لا 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 لا. واش صرا للعلامة عبد الحميد بن باديس في هذاك اليوم؟ ميلاده ولا وفاته؟ أنا سهلت عليكم، أنا سهلت عليكم، ها؟ معليش معليش، أعطي للشاطر اللي قدامك، واسمك؟ وائل. وائل، شحال في عمرك وائل؟ 11 سنة. واش صرا للعلامة عبد الحميد بن باديس في هذاك اليوم؟ وفاته. وفاته رحمه الله، أي سنة؟ 1983. 83. 83 يا وليدي. 1925. لا لا وليدي، لا 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 لا، ولكن نسمع الجواب. يا أحبائي، هذه التواريخ لازم تعرفوها، وخاصة العلامة عبد الحميد بن باديس. شوف الشطرة هذه، شوف الشطرة هذه، شوف بنتي هذه، واسمك بنتي؟ رودينا. رودينا، شحال في عمرك رودينا؟ 14. 14 يوم؟ سنة. سنة، الله يبارك. شاطرة في الدراسة؟ شحال جبتي المعدل؟ 13.95. الله يبارك الله يبارك، شاطرة شاطرة بنتي شاطرة. إذن 16 أبريل نسبة لوفاة العلامة عبد الحميد بن باديس كما قلت، في أي سنة؟ 1940. تعالي تعالي، برافو برافو، تصفيق عليها تصفيق عليها. 1940، يلا أعطيني الهدايا تاعهم، أعطيني، تفضل تفضل أعطيني الهدايا. تعال 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 صديقنا، تعال، شكرا، أعطيني الهدايا تاعهم. إذن نورهان، تفضلي نورهان. إذا نورهان
رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو. شكرا. العفو العفو. رودينا رودينا شيبس مهبول راعي هذا الحفل كذلك وراعي حصة مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو العفو. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. تغنوا معايا كامل هذا المقطع. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. يلا ألواني. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو 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 برافو. ألون بالأصفر شمسا، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. الأم دائما دائما تساند أبنائها، ودائما تفتخر بأبنائها في الإنجازات تاعهم. أحبائي كاين أغنية جميلة، هذه الأغنية بصح تغنوا معايا كامل، تاع المزرعة. أي صفحة المزرعة؟ المزرعة المزرعة صفحة 27. المزرعة تغنوا معايا. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت العطلة، خدني معاك خدني معاك للمزرعة. سهلة. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت العطلة، خدني معاك خدني معاك للمزرعة. سهلة. المزرعة. يلا تغنوا كامل معايا المزرعة. قاعد تغنوا. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت العطلة، خدني معاك خدني معاك للمزرعة للمزرعة. جدي معاه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأبتي إخواتي رضا وبسمة. جدي معاه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأبتي إخواتي رضا وبسمة. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت عطلتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعة للمزرعة. جد
يديه الشعل الغنمي بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. يديه الشعل الغنمي بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أباتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلاتي، خذني معاك خذني معاك للمزرعتي للمزرعتي. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحقل، تحلب معه الأبقار. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحقل، تحلب معه الأبقار. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أباتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلاتي، خذني معاك خذني معاك للمزرعتي للمزرعتي. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. يا غالي يا أباتي، خذني معاك حان وقت العطلاتي، خذني معاك للمزرعتي. برافو 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 أحبائي، برافو برافو برافو، شكرا. شاطرين 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 جدا جدا جدا. تعرفوا الأغنية تاع اللي ما يديرش الواجبات المدرسية وانتم على أبواب الدخول المدرسي؟ ويلتي أحبائي تراكم. تعرفي الأغنية واش هي بنتي؟ أروحي قولي لنا واسمك. نور هدى. نور الهدى، غني لنا ويلتي. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي أشد العقاب. برافو برافو نور الهدى، برافو، تصفيق عليها تصفيق. سمعوني لا تعرفوها. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي، بأشد العقاب. يلا كمل معايا باش يا أطفال ما تخلوش الواجبات تتراكم عليكم، هذا وعد هذا وعد. يلا ويلتي يا ويلتي. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب.
بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 أحبائي، شكرا أحبائي. وقتاش تاريخ وسنة تأسيس جمعية العلماء المسلمين؟ جمعية العلماء المسلمين وقتاش تاريخ تأسيسها؟ باليوم والشهر والسنة. شكون اللي يعرف؟ تعالي بنتي، تعرفي؟ تعالي يلا. 5 ماي. واسمك بنتي؟ لوجين. لوجين، شحال في عمرك؟ 13. 13 شهر؟ سنة. سنة، الله يبارك بنتي. شحال جبتي معدل لوجين؟ 15 75. الله يبارك. أنا قلت لكم ولاد قسنطينة كاع يقراو مليح، كاع كاع. برافو 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 أحبائي، برافو برافو. صفيقة وعطونا الزغاريت ثانية نسا. الله يخليكم يعطيكم الصحة. إذن بنتي وقتاش تأسست جمعية العلماء المسلمين؟ 5 ماي 1931. برافو برافو. تعالي تعالي تعالي، جيبوا لنا العروسة هذه. أحبائي، تأسيس جمعية العلماء المسلمين سنة 5 ماي 1931. هذه الجمعية أحبائي على بالكم في سنة 1931 كانت مازال الجزائر مستعمرة، كانت مستعمرة، وكان من بين أهداف المستعمر أنه يطمس الشخصية الجزائرية العربية تاع ولادنا وتاع الجزائريين كامل. تعالي الشطرة، تعالي نعطيك الهدية ومن بعد نعطيهم لمحة تاريخية. أعطوني الهدية تاعها، جيبوا لنا الهدية تاعها. واش راكي بنتي لاباس؟ لاباس. وين تسكني؟ فوبول. بعيدة منها؟ شوية شوية. تعبتوا؟ مش بزاف. الله يبارك. إذن بنتي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو العفو. تقدري تقعدي معنا بنتي، ابقي معنا. شكرا شكرا. إذن أحبائي، يوم 5 ماي 1931 تأسست جمعية العلماء المسلمين. كما ذكرت من قبل، في هذه الفترة كانت الجزائر مستعمرة، ومن بين أهداف المستعمر المستدمر كانت طمس الشخصية العربية الجزائرية الإسلامية للجزائريين. كانوا مام يعيطوا لهم لزنديجان، يعني كانوا ينقصوا من القيمة تحهم. إذن كانوا في هذاك الوقت الحمد لله كانوا ناس يفكروا أمثال العلامة عبد الحميد بن باديس، الشيخ العربي تبسي كامل، الشيخ الميلي، قروا باش يديروا هالجمعيات العلماء المسلمين. واش فيها هذه الجمعية اللي كانت تهتم بالمدارس، يعني الاستعمار على بالكم بلي في هذاك الوقت كان قليل اللي يقرأ، يعني ما يخلوش الجزائريين يقرأوا. إذن هذه الجمعية هذه فتحت مدارس في كاع ربوع الوطن، يقريوا الناس، يحسوا الناس، توعية الناس. إذن لذا لازمنا نوقفوا دائما نتذكروا هذه الناس بالخير، لأنه بفضلهم، لأنه هاد الجمعيات وهاد المقاومات الشعبية وهادو هما اللي أداوا إلى ثورة التحرير يا أحبائي.
إذن مادام رانا نتكلموا على ربوع الوطن وكامل، أنا كاين أغنية بالك شفتوا بلي عمو يزيد راح لمدينة غردايا وراح لولاية غردايا كاملة، درنا 6 حفلات في الملاعب، كانت حفلات من أروع ما يكون، كانت تحت الشعار لنعيش معا في كنف السلم والأخوة. عمو يزيد عنده واحد المبدأ، أنا الأطفال كي نشوفهم هكذا ما نحوش نفهم هذا صيفي، هذا وهراني، هذا من القليعة، هذا من غردايا، هذا من طمن راس، هذا من إليزي، لا لا نشوفهم كلهم جزائريين. لذا درنا هذه الأغنية نقول فيها: سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. يلا تغنوا معايا سألوني. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إحنا أولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. أعطونا صغاريت على الجزائر يا نساء الله يخليكم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي، ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم. بصح تغنوا معايا كامل. أسرتي لما نلتم
فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا برافو 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 أحبائي برافو أحبائي أسرتي لما نلتم على بالكم بالأسرة هي خلية الأولى في المجتمع كالفرد الأسرة والمجتمع لازم الإنسان لازم الأسرة يكون فيها الحب والحنان والاحترام الاحترام يا أحبائي الاحترام جد مهم في المجتمع لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أحبائي الجار ثم الجار عمو يزيد لكم أغنية الجار هذه الأغنية تتكلم عن حسن الجوار واصرف عن الجار الأذى أحبائي من غير المعقول أن الإنسان يبات شبعان وجاره جوعان من غير المعقول أن الإنسان يعيد في العيد ولاده يلبسوا الحوايج وكامل وجاره مشي معيد يا أحبائي إحنا كبرنا على هذه القيم تاع جدودنا قيم التقاسم قيم التضامن عمو يزيد يقول جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار تغنوا معايا جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار تغنوا كامل معايا يلا جاري يا جاري مختار الجار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا جاري مختار
عن الأنظار. حالك أحسن طمني قلي قلي ما الأخبار. حالك أحسن طمني قلي قلي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان أن أسأل عنك دوما. هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما. هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أهل الدار جاري ما حال الأولاد. عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد. عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. من تسكن جنب الدار. وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. حسن الجوار حسن الجوار أحبائي. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف. أتمنى يعاود يرجع لنا كل عام وانتم بخير. شكرا عمو يزيد نحبوك بزاف. كي جيتنا هنا القسنطينة لا دوزيام فوا ان شاء الله هنا تعاودها وعام سعيد. شكرا عمو يزيد على الحفله اللي درتها لنا وان شاء الله تعاودها لنا مره ثانيه. ونشكروا عمو يزيد اللي جانا المره الثانيه للقسنطينة ونتمنى ان شاء الله يعاودها لنا ان شاء الله ويفرحنا ان شاء الله. عمو يزيد نحبك بزاف. المره الجايه نتصور معاك. شكرا عمو يزيد عجبتني الحفلة. جيت نشوف الحفلة تاع عمو يزيد نحبه بزاف. نشكر عمو يزيد على المبادرة اللي قام بها في قسنطينة وحنا استنيناه الفاكونس كامل حتى لآخر النهار. بس نتمنى الأولاد إن شاء الله يعقبوا موسم دراسي ناجح. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلو. وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلو. هذا البرنامج برعاية رامي. شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.